اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيفي اللي منورني في برنامج الاشبال كابتن احمد رؤوف. نورنا يا كابتن رؤوف. ازيك كابتن؟ ازي حضرتك؟ كل سنه حضرتك طيب، وحشني كتير وشرف ليا مع شخصيه وصديق ملاعب وحد محترم طبعا. انت اللي وحش جمهور الاهلي جدا وبقالك فتره مختفي خالص. شويه كده مشغولين في القطاع شويه كده، ربنا يكرمنا ونقدر نعمل حاجه كويسه كده ونطلع مواهب للنادي باذن الله. نبتدي من الخطوه دلوقتي. اتفضل. خطوه كابتن. مهمه جدا كابتن احمد رؤوف داخل قطاع الناشئين من النادي الاهلي. طبعا خطوه كبيره وحاجه يعني بصراحه فضل وكرم ربنا سبحانه وتعالى ان انا اول ما بطل كوره ان انا امسك في القطاع، فمسؤوليه كبيره. يعني الموضوع مسؤوليه اللي انت لازم مطالب ان انت تطلع جيل، تطلع لعيبه كويسه، لعيبه على قدر المسؤوليه، لعيبه يعني تعرف يعني ايه معنى الفانيلا الحمراء. فربنا يكرمنا ونقدر نعمل حاجه ان شاء الله. ان شاء الله ده ودود باذن الله يا كابتن. السنه دي مع 2006. بس قبل كده انت بقالك كام سنه في القطاع؟ دي تاني سنه ليا. ابتديت 2008 شويه، وبعد كده اتصعدت 2001، وبعد كده بقيت مدير فني 2008، وبعد كده السنه دي مدرب عام 2006. ما شاء الله السنه دي عن فرقه 2006 عاملين لا عاملين نتائج كويسه. معانا مدير فني كابتن سامر عبد الرحمن، حاجه جميله. مدرب كبير بصراحه، شخصيه جميله ومدرب محترم، محترم جدا. يعني كنا بنعرض من شويه الاهداف بتاعت 2006، مباراه ماتش المحله، ماتش خمسه، فزتوا فيها 5-1. كنا متاخرين 1-0، بس الاولاد ما شاء الله قدروا ينفذوا. يعني حتى يمكن حضرتك كنت بتكلم انا والكابتن سامر في الاجوان اللي جت، هتلاقي حضرتك كابتن اسامه كلها اختراقات. يعني شغل التكتيك اللي بنعمله وبيعمله كابتن سامر، الاولاد بينفذوه بشكل بصراحه. حتى معظم الاجوان هتلاقي اختراقات. هتعرضوا لنا الاهداف كده، والكابتن احمد روف بيتكلم عن مباراه 2006 والشغل الفني اللي هم بيعملوه. لا هتلاقي كل الاجوان اختراقات من العمق، فيها حته حتى احنا كان في عمار وليد حافظ في واحده في اخترق فيها اللي جابها ده، في ومضيع ثلاثه. يعني عمار الماتش ده يجيب له 4 تجوان، يعني عمر سيد معوض جايب جونين. هتلاقي حضرتك كابتن اسامه الشغل كابتن سامر، الطرفين او الونجين هم اللي هيطلعوا هدافين الفرقه. فعمر جايب جونين وعمار جايب جون، وبيجو لما عبد الرحمن عماد النحاس نزل برضه وينج سجل. طب النهارده واحد زي كابتن احمد رؤوف يعني كان بيسجل من انصاف الفرص، ومعاك النهارده الاهداف معانا واحنا بنتكلم، وحضرتك بتقول دلوقتي يعني ده هو سجل جون وضيع 2-3. ضيع 3. احمد رؤوف بقى بخبراته شغالين النهاردة. من النهارده والله شغالين عليهم على طول. شغالين عليهم. يعني احنا من بعد الماتش اتكلمنا هو كابتن سامر في القصه دي، ان احنا الماتش ده مضيعين فرص كتيره. فمن بعد الماتش احنا تاني يوم بنعمل ماتش ودي للناس اللي ما لعبتش، وبندي اليوم اللي بعديه راحه، ونبتدي بقى نشتغل على الماتش اللي بعديه من يوم الاثنين. كويس. نشتغل 2-3-4-5، ويبقى ماتش الجمعه. كنا جايبين جدول الترتيب ما شاء الله 2006 في الصداره. 8 اهداف، 6 نقط و8 اهداف وعلينا جونين. حلو قوي. الحمد لله. تهتموا انتوا بالتسجيل طبعًا. الاهداف. لا الاهداف اللي تلقتها. أيوة طبعًا. شباك ال واحنا مشغلين الفتره دي. يعني النهارده كانوا شغالين كابتن سامر، شغالين مع المدافعين النهارده اللي احنا عاوزين نطلع زيرو. مفيش اهداف. يعني كان شغال النهارده هو مع المدافعين، وانا كنت شغال الناحيه الثانيه مع المهاجمين. هو شغال اللي احنا عاوزين زيرو جوان. الشغل التخصصي ده بيفرق اكيد مع اللعيبه. وحضرتك بتتكلم تشتغل مع المهاجمين عشان استغلال الانصاف الفرص. والله زي ما كابتن سامر مع المدافعين. لا واشتغلنا انا وكابتن سامر النهارده مع المهاجمين، الثلاث اربع فراوده الموجودين بعد التمرين خالص. اشتغلنا شغل تخصصي. وده ان شاء الله يبقى يكون ليه نتيجه باذن الله. ان شاء الله.